أولا نحن مش الأولوية لا انتخاب رئيس ولا شيء، الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار لحتى من بعد يكون في انتخاب رئيس بعيدا عن ضغط السلاح والرصاص والانفجارات. اليوم نحن بلبنان إذا اليوم جينا هلأ اليوم أنتجنا رئيس وقد ما كان قوي وانتخب من 128 نائب، بيقدر إذا طلع رئيس يقول وقفوا هلأ اليوم إطلاق النار ويوقف إطلاق النار؟ أكيد لا. بيطلع إذا 128 نائب اليوم صوتوا جابوا رئيس بيقدر يعيد الحياة الأمنية إلى طبعها الجيد؟ لا. بيقدر يعيد الحياة الاقتصادية؟ لا. بيقدر يعيد التبني السياسي بالعالم؟ أكيد لا. نحن عم طلع من هون لنقول مع احترامنا لرئيس السيد لوسيان، بس نحن في عنا شغلة كتير مهمة. نحن اليوم الأولوية أولا إلى وقف إطلاق النار، من بعد وقف إطلاق النار بينحكى بالطريقة اللي هي منطقية. اليوم اليوم تروح أنت تنتخب رئيس بما فيه اليوم نحن بحاجة للغة العقل، نحن اليوم بحاجة اليوم للارتباط الناس بالناس. نحن اليوم التحية إلى كل اللبنانيين الذين فتحوا كنائسهم وأديرتهم وبنازلهم وشو ما بيملكوا لحتى يكون في عندهم إخواتهم النازحين موجودين هونيك. هيدي مفروض نفعلها ونصورها بشكل مباشر على السياسي لحتى السياسيين يعوا اليقظة وتمشي الأمور. اليوم التعويل الكبير الوحيد بغياب الرئيس وبغياب وجود حكومة مستقيلة لا تستطيع أن تملك قرارات عصيبة، اليوم تعويلنا على الرئيس نبيه بري وخاصة بعد امبارح زيارة هوكشتاين، وقال الأجواء جيدة وإن شاء الله بتكون الأجواء جيدة، لأنه اليوم عم يدفع الثمن مثل ما تفضل قال إيه الشعب عم يدفع الثمن. وفي فرق كتير كبير بين 2024 و 2006. 2004 و 2024 بلشت الحرب، لا يوجد دعم دولي، لا يوجد دعم إقليمي، لا يوجد دعم عربي إلا بعد الجسور الجوية التي تأتي إلى لبنان من بعض الدول العربية. وبتشوف نحن بال2006 كان الوضع مختلف، يعني كان عم ينضرب بيتك تفضل بيأمنوا له مسكن روح. عم تقلي بال2006 ما كان في دعم؟ لا ب2006 كان في دعم مطلق. أي فكرة 2024 فكرت قصدك العكس. لا أنا عم أقول 2024 لا يوجد دعم ونحن عم نشوف غياب لأي موقف مع لبنان. بال2006 كان بالعكس الجو، كان في كتير مشاورات وكان الدول العربية عم تروح وتجي وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت كانوا عم يدعموا. بس كان في شيء تاني كمان. ايه بس بال 2006 شو كان في قرار سياسي غادي، يعني الحكومة بهداك الوقت هي اللي راحت فاوضت وحكيت مع كل دوائر القرار بالعالم العربي اولا ورجعت انتقلت حكومة فؤاد السنيورة بال 2006 هي اللي بلورت النقاط السبع ووافقوا عليهم كل الافرقاء بهذاك الوقت وهن كانوا بنيه الاساسيه تبع 1701. خليني خلص فكرتي. انا بس بدي اقول لك شغله. بس عفوا تفضل 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 يلا. نحن الدعم اللي كان موجود لا لحكومه ولا غير حكومه، نحن كان في وقتها المقاومه اوجعت العدو بمطرح، وقت اللي اجى كونداليزا رايس بسنه 2006 عند الرئيس نبيه بري فاتت لعنده قالت له نحن بدنا ننفذ 1 2 3 4. اجى عم يحكي الرئيس بري قامت كونداليزا رايس نهت اللقاء وفلت. اجت المره الثانيه لعند الرئيس نبيه بري بدها تحكي ما خليها يحكي، قال نحن لبنان بده شرط 1 2 3 4 ووقف، قال انتهى اللقاء. اليوم الاسرائيلي ما بيجي يتفاوض الا اذا كان موجوع لا رئيس ولا حكومه ولا من يحزنوا شعارات. نحن قد ما بدك فينا نقول ولكن الفعل اليوم للميدان. اليوم الاسرائيلي كلنا بنعرف 2006 يعني عم تقول لي قال وزير العمل مصطفى بيرم بانه العدو الاسرائيلي او حتى الدول الحليفه ما بتجي على لبنان كرمالك او لانه انقصف بيتك. انا مش لانه الوزير بيجوا كرمال. لا بعرف بس عم لك انا ابن جنوب. لا. وانا بعرف شو صار بعرف بالجنوب. بس عم بقول لك هو كمان كان رايه هيك بانه دائما العدو وحلفائه بيجوا على لبنان لما ينوجعوا. صح. فعم تاكد على هيدي الفكره. صح تحديدة. اكيد. ونحن كيف عرفنا هالموضوع؟ قبل ما تغرق الأسطول اللي ضربوه المقاومة وقتها قالوا انه نحن ما راح نفاوض الا بشروط 1 2 3 4. بس انضرب وراحت المركافة وكله انضرب اجوا قالوا لا نحن بدنا نفاوض وبنرضى. نحن اليوم احترامي لكل الاراء السياسية، انا ما بحكي سياسي بس نحن كل هذا عم بحكيه هو ارتداد ببعض مباشر على الاقتصاد. وانا بدي اقول شغلة كتير بسيطة، نحن اليوم بهذا الظل هو موجود لا يوجد إلا قرار 1701 لحتى يتطبق لا بلس لا ماينس. 2-15-59 و 1680 هذا موضوع انتهينا منه. ونحن ضروري قبل أي شيء كل أراء اللبنانية بتقول نحن لابد من وقف إطلاق النار، ومن بعد وقف إطلاق النار ساعتها مفروض نحن نكون عم نحكي. ومع احترامي لرأيه للأستاذ لوسيان اللي بلش المفروض النواب
نحن كل مرة منعارض أنه النواب ما عم تطبق القرارات اللي هي موجودة أو اللي انتخبناها لأجله. بس أنا بقول نحن بظل هيدي الظروف نحن بحاجة لشغل كتير مهمة، لغة العقل، ابتعاد عن المشاكل الصغيرة، وندعي يكون في أي ارتداد أو أي ضغط دولي أو أي ضغط ميداني لوقف إطلاق النار، لأنه الشعب اللبناني بقى بيحمل، وعبكرة جايين على شتي بعد يومين مختلفة عن تموز طبعاً.